الريندر. لو احنا عايزين نعمل ريندر للشكل دوت، اجي هنا بدل موديل هقول له انا عايز اعمل ريندر، فبدخل في البيئة الخاصة بعمل الريندر، باجي من هنا ابيرنس، ببدأ اختار الماتيريال اللي انا عايز احطها، وبعد كده اقول له انفيرومنت، اديت الانفيرومنت بتاعتي، ممكن اغيرها مثلا اخليها شارب كده، الروتيشن، اعدادات الكاميرا، هل انا عايز اقرب او ولا ابعد، الفوكس لينس، برسبكتيف ولا اورثو، اعدادات بتاعت ديسل، الانيبل راي تريسنج، ده بيخلي الصورة قريبة من الطبيعي. تمام، ريندر سريع للحاجة، في أي وقت تحس إن الجودة كويسة مش محتاج تقعد أكتر من كده بروح موقفها. طيب لو أنا عايز أسيف الصورة كابتشر إيمج وأسيف الصورة زي ما أنا عايز، هل الصورة كلها ولا تاخد جزء منها؟ أوكي، وتسيف الصورة على الجهاز بتاعك. كلاود ريندر ده لو أنت عايز تعمل الريندر ده على النت. تمام، اللي هي ان انت بدل ما تستهلك موارد الجهاز بتاعك، لا الريندر يتعمل على الموقع النت بتاع اوتوديسك. ممكن نرجع بقى للموديل العادي.